بنصبح عليكم مرة تانية، والنهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي تهم حضراتكم. لكن خلونا الأول نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. كان أبرزها إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة. شارك سيادته أيضا في وضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وده بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وأيضاً شارك في وضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وده بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. امبارح أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى 41 لتحرير سيناء إن دي ذكرى عزيزة وغالية على قلب كل مصري وعربي، وقال إن تحرير سيناء كان تحرير للكرامة المصرية وانتصار لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ. امبارح تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لشعب مصر العظيم بمناسبة عيد تحرير سيناء اللي بيمثل يوم الكرامة الوطني حين استعادت مصر حقوقها المشروعة الكاملة على ترابها الوطني. وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقال: تحية لأبناء هذا الشعب الذي بذل أغلى التضحيات، ولشهدائنا البررة الذين روت دماؤهم كل حبة رمل من سيناء، ولقواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته. كما أتوجه بتحية الفخر والإجلال للرئيس الراحل أنور السادات الذي جسد بقراري الحرب والسلام قيم مصر الراسخة للأبد التي تؤمن بالعدل والأمن والسلام. كل عام وأنتم بخير. امبارح قالت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية: نحتفل بعيد تحرير سيناء الذي يعكس عبقرية الشعب المصري وصلابة معدنه الأصيل في تحرير سيناء المقدسة وعدم التفريط في شبر واحد من أرضها. وأضافت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحية فخر وإجلال لشعب عظيم قدم التضحيات لتستعيد بلاده كرامتها وشرفها. كل عام وأنتم بخير. امبارح نظمت وزارة الداخلية احتفال لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، وتم اصطحابهم لعدد من دور رعاية الأيتام والمسنين والمستشفيات لتوزيع الهدايا على نزلاء هذه الأماكن لترسيخ قيم التعاون والمساعدة لديهم، وده تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمناسبة عيد الفطر المبارك. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح أيضا، منها تسجيل أكثر من 720 ألف مواطن في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، ومنها أيضا تجهيز 22 صومعة وشونة لاستقبال محصول القمح في محافظة الغربية. كمان أيضا تم الإعلان عن تقديم الخدمات الصحية ل 4000 شخص ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة في محافظة المنيا، واستلام 3000 شنطة من صكوك الإطعام بمحافظة الإسكندرية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بورسعيد اللي أعلنت إنه تم تسجيل 720,640 مواطن في منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع الأحياء ومدينة بور فؤاد، وده من إجمالي عدد سكان المحافظة البالغ 786,938 مواطن. في الغربية تم تجهيز 22 موقع تخزين لاستقبال القمح، وخلال الأيام اللي فاتت استقبلت صومعة طنطا 105 طن من القمح، وصومعة طنطا المعدنية 85 طن. في الأليوبية أعلنت إدارة ري القناطر الخيرية استقبال الحدائق على مدار أيام عيد الفطر المبارك الماضية حوالي 62,000 زائر، منهم 16,000 زائر في رابع أيام العيد. في الإسكندرية تم التأكيد على إن إجمالي دفعات صكوك ولحوم الإطعام اللي وصلت للمحافظة 3000 شنطة منذ بداية توزيعها من وزارة الأوقاف ولحد دلوقتي، وصلت إلى الإسكندرية الدفعة 13 من شنط ولحوم صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. في الأقصر بتستضيف المحافظة فعاليات المهرجان الدولي السابع للأم المثالية اللي هيقام يوم الأربعاء 3 مايو المقبل بساحة معبد الكرنك، ومن المقرر تكريم أكثر من 50 أم مثالية بمشاركة دولة تونس ضيفة شرف المهرجان هذا العام.
في المنيا بتواصل مديرية الصحة تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بجميع مراكز المحافظة، وتم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة ل 4939 مواطن، بالإضافة لفحص 669 من كبار السن وداخل شهر مارس الماضي. في سيوة بيتم تكثيف أعمال الرش الضبابي للقضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، خاصة مع قرب موسم الصيف، وده ضمن أعمال متابعة أعمال النظافة والتجميل والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ومنع انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض. في الفيوم شهدت المحافظة استخراج 20,000 بطاقة رقم قومي بقرى ونجوع المحافظة للسيدات والفتيات مجاناً، وده بالتنسيق مع محافظة الفيوم ومصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومي للمرأة في إطار تنفيذ مبادرة بطاقتك حقوقك. لاستخراج بطاقات الرقم القومي المجانية للسيدات من كبار السن والفتيات وذوي الهمم من السيدات والمرضى.